مرحبا بكم في قناة دي دو صمدي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو صمدي. قلنا ان شاء الله نقدم لكم الحلقة ديال غش الصيدليات البيطرية في الأدوية. يعني كما كتشوفوا معايا هذه الخلفة، هذه ملي كتوصل عندهم شهر مثلا، بالضبط شهر، اسمو كندير لهم الدواء ديال المرارة. هذا يعني القنايم الارانب راهم بلديه، الارانب بلديه ملي توصل عندهم شهر الجهاز الهضمي ديالو ضروري دير لهم الدواء ديال المراره. يعني عاميه الناس كيهضروا على الدواء ديال المراره وما كيفهموش شنو هو الدواء ديال المراره. الا مشيتوا عند طبيب بيطري ممكن انه يعطيكم الدواء ديال المراره ديال الارانب، لا البلديه لا الروميه، سميتو هيبارينول. هيبارينول دواء مزيان، يعني ديما كنوصي به هنايا في الفيديوهات ديالي ديال المراره. كيوليو كياكلوا اي حاجه ما كتاثرش عليهم في الجهاز الهضمي ديالهم. انما كاين بعض يعني الصيادله اللي هما كيبيعوا الدواء يعني بيطري فيتيرينير، يعني كيديروا واحد الغش من نوع يعني الله يسمح لهم وصافي. منين مشيت عند واحد انا كتشوفوا هذا الزمن ديال كورونا، هاد البلاد اللي انا فيها كاين يعني هاد يعني الطبيب بيطري كاين عندنا واحد ثلاثه كلهم لقيتهم سادين. يعني مشيت عند صيدليه بيطريه قلت له اعطيني دواء ديال المراره بالنسبه للارانب اللي العمر ديالهم شهر وسيمانه تقريبا. اعطاني واحد الدواء، ها هو هانتوما كتشوفوا، ما عنده لا علامه تجاريه، هذا راه قرعه كانت عامره، ولكن راني غادي نشرح لكم هو كيفاش يعني ضحك عليا. انا يعني كنعتذر لكم على هاد الكلمه هذه، ضحك عليا، راه فعلا ضحك عليا. علاش؟ لان بعد فاجات ان هاد الدواء هذا شنو هو، ما عنده اولا ما عنده لا علامه تجاريه ما والو، غير قرعه كيعطيوها بحالك. هذا راه يعني صيدليه بيطريه خاصو يعني الادويه اللي يعطيها ما يعطيهاش كقرعه زجاجه هكا، لا، خاصو يعطيك واحد الدواء يكون فيه التاريخ اولا، فيه يعني علامه تجاريه، اسم ديالو. لا، عطاني هاد القرعه هكا فيها واحد الماء، هانتوما ماء. من حليتو بقيت كنشم الريحه ديالو. الريحه ديالو هي عباره عن خل عادي. اشنو كيديروا هما الخل؟ راه حنا ما عارفينوش شنو هو الخل. مزيان بالنسبه للجهاز الهضمي، راني فايت دير فيديوهات. منين رجعت لعندو قلت له سيدي هذا راه عباره عن خل، قال لي فعلا راه خل. قلت له ولكن الخل ماشي ب10 دراهم بالنسبه لهذه الكميه. شوفوا الحجم ديال اليد ديالي، شوفوا شحال عاطيني تقريبا ديال الخل. ما كتكونش عامره القرعه، كتكون غير حد هنا تقريبا. قلت له ولكن راه الخل راه رخيص في الثمن. قال لي فعلا، قال لي حنا كنشريو باكيه كبيره وكنقسموها على قريعات بحال هادو وكنبيعوها، راه فعلا عندك الصح راه خل. قلت له واش مركز مخفف شي حاجه يعني يعني بيطريه؟ كيشرح لي. قال لي لا، قال لي حنايا كن نشريو يعني قنينه كبيره وكنفرقوا على القنينات، يعني قراعي صغار وكنبيعوها. المهم ما بغيتش يعني نتشاد انا وياه في شي يعني بان لي يعني هو هذيك هي نيته، انه غادي يبيع هاد القراعي كيبيعوهم في خل، يعني هو عباره عن خل. ولكن الخل راه الا مشيت تشري قرعه كبيره وقسمها على هاد القراعي هذه، حنايا قرعة كبيرة كنشريوها ب 90 ريال، 4 دراهم ونص، ممكن أن هاد القرعة هادي دير منها ثلاثة، يعني ثلاثة القراعي إلا جا بدا كيبيعهم ب 10 دراهم، 10 دراهم راه ولات في 30 درهم، 30 درهم ماشي هي 4 دراهم ونص، راه غش وغش كبير. لا، هاد الحلقة بغيت نشرح لكم هاد الموقف اللي طرالي في الحقيقة، راه موقف غريب. انهم يبيعوا خل عادي، يبيعوا في قنينات ويعطيو للناس هاد القنينه بحال هكا. هاد القنينه ممكن تسوى درهم ولا درهم ونص، ويعمرها لك بواحد شويه ديال الخل،
ويعطيها لك ويقول لك هذاك راه دواء وعلاج ديال 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 المراره، راه هذا الشيء ماشي معقول. يعني الناس اللي مساكن كيشدوا هذا الدواء كيمشيو كيكبوه وكيقولوا بلي صافي راه هذاك دواء ديال المراره، هو راه ماشي دواء ديال المراره، هذاك راه عباره عن خل عادي. المهم الله يسمح لهم، عقا هو غش غش، ما خصش يكون بحال هاد الافعال هذه. هاد الحلقه انا بغيت ننبهكم لهاد القضيه، انكم ما تشريوش شي قرعه بحال هكا، واخا من 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 يعني صيدليه بيطريه فيتيرينير يعني معروف وعنده اسم ديالو وعنده لافته ديالو، ممكن يعطيكم قنينه بحال هذه وما فيهاش لا علامه تجاريه لا تاريخ لا والو. منين تشوفوا مثل هاد الافعال هادو هضروا على حقكم، ما تخليوش انهم يضحكوا عليكم ويقول لكم بلي هذا راه دواء، هو غير خل عادي. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، الحلقه ديالنا يعني هي تحذيريه في الحقيقه. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، الناس اللي ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، ما تنساوناش بديك زر جيم كي ولا زر جيم باش يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.